الزبادي مفيش احلى من كده. بيتي الوش قشطة، تكلفته بسيطة جدا، كيلو لبن من 23 ل 25، وزبدية واحدة بيعمل لك 8 و1000 هنا. تعالوا نشوف الطريقة في اقل من 5 دقايق. كل اللي انت محتاجه كيلو لبن وكوباية زبادي. صباح الفل، مساء الخير. كلنا ما نقدرش نستغنى عن الكوباية دي، صغير كبير، جعان شبعان. الزبادي، تخيل ان الكوباية دي كانت زمان، مش عايز اقول لك بحاجات بسيطة، تعال نقول من 2 سنين كانت لا تزيد عن 3 جنيه. لما توصل النهاردة ل5 و5.5 و6، ومش كده وبس، واستحالة تلاقي الدسم اللي انت شايفه ده. هل اقدر اعملها في البيت وبحاجات بسيطة؟ ايوة، كل اللي انا محتاجه منك انك هتجهز لي خلاط، وهتشتري، لان انت مش عندك، كوباية زبادي من اللبان، وكيلو لبن تغليه وتسيبه لغاية ما يبرد. تعالوا بينا نشوف. كيلو لبن في اللبانة، في حلة، اي حاجة، وهبتدي اغليه. طيب بعد ما نغليه، خلاص انت واقف دلوقتي وغليت، هنسيبه لغاية ما يبرد، بحيث انك لما تحط صباعك فيه ما تتلسعش، دافي. رجعنا تاني بعد ما اللبن بقى بارد، وشفناه لقينا انه عادي، ما فيهوش سخونه خالص، اسمه دافي. كل اللي عليك انك هتعمل بقى ايه؟ تعال نشوف مع بعض كده. هنروح جايبين بقى خلاط، وادي كوبايه الزبادي هنفضيها. الزبادي انت جايب من عند لبان حاجة يعني شبه كويسة. هنبتدي نضيف اللبن حبة حبة، وهنبتدي نولع عليه. طبعا اللي مش عايز يعمل كده ممكن يشتغل بإيده، مفيش مشكلة طبعا. طبعا الميزة في الخلاط انه بيقلب وبيفك كل محتويات كوباية الزبادي، بتدوب كلها مع كيلو اللبن. وبضرب دقيقة وافصل. هنبتدي نفضي في كوبايات. بص بقى، يكون عندك كوبايات صغيرة، يكون عندك كوبايات كبيرة، الكوبايات اللي هي متوفرة. وهنبتدي نصب. اتمنى انك تعمل كده، بتحط حاجة بسيطة في كل كوباية علشان يتوزع، لو كان في فوم او وش طلع على الكوبايات، سوري، في الخلاط. طبعا وانت بتعمل كده او حضرتك بتعملي كده، يا ريت اللي عنده مكنة صناعي زي دي بتاعت ال8 كوبايات خير وبركة. طب اللي ما عندوش، بنشغل الفرن ربع ساعة يسخن او يدفى، ونطفي عليه، نكون احنا بنجهز الكوبايات ديت. الكوبايات ديت ليها غطيان، لو انت ما عندكيش او انت ما عندكش،
بمنتهى البساطة هنجيب فويل أو استريتش ونقفل بيه لازم، أيوه. وبعد كده بنحطها زي ما بقول لك سواء في البوتاجاز أو بنحطها في الفرن، وتطلع معاك زي ما أنا وريتك. في الفرن تسيبها 8 ساعات، في المكنة دي برضو 8 ساعات. هنسيبها 8 ساعات وبعد كده هنشوف ونحطها بعد كده في التلاجة. بتاخد في التلاجة برضو في حدود 4 ساعات تطلع لك النتيجة اللي أنا وريتها. وادي بعد ما خلصنا، ادي الوش بتاعها زي ما انت شايف اهو، حاجة جميلة جدا مغذية جدا. طبعا بتاعت المحلات هو خد الوش بتاعها عمل بيه قشطة، عمل بيه زبدة. برضو احنا هنوريكم ازاي نعمل الزبدة من اللبن في البيت ومش مغشوشة. بالهنا والشفا، شكرا.